أهلا بكم من جديد. الحين جولة سريعة على أبرز الأخبار الصادرة اليوم. ننطلق في أخبارنا من صحيفة الشرق، حيث سيطرت ثقافة إقصاء المرأة وإجبارها على الاعتماد على الرجل وتهميش دورها وسلبها القدرة على التفكير وتحطيم شخصيتها على لوحات المعرض الشخصي 14 للفنان التشكيلي أحمد فلمبان المقام حاليا في جدة تحت عنوان المجتمع ذكوري. 37 لوحة فنية بمقاسات موحدة كلها تمحورت حول المرأة في عموميتها ووضعها في كل المجتمعات الإنسانية خاصة من تعيش في إطار السلطة الذكورية. إلى صحيفة عكاظ ننتقل، حيث تستعيد الإعلامية فضيلة الجفال من أقاصي ذاكرتها ويومياتها مع قوات التحالف حينما جرى تكليفها لتغطية الحدث من على ظهر بارجة بحرية قبل عدة سنوات، وتضع بصماتها في سرد مشوق وصفة مشوار البداية حينما انطلق الزورق نحو سفينة الدوري الأسترالية هامس. وأوضحت الجفال أنها كلفت في العام 2006 ميلادي لإنجاز مهمة الكشف عن يوميات عمل قوات التحالف لأنها تجيد التحدث باللغتين الفرنسية والإنجليزية، لافتة إلى أنها حاولت التخفيف من أسلوب الانبهار في الكتاب الذي روت فيه تفاصيل الرحلة، ونفت شعورها بالخوف من تجربة الوقوف بين ضباط المارينز أو محاولة الانسحاب قبل البدء، وتعتبرها مهمة عادية من الممكن لأي صحفي أو صحفية أمريكية القيام بها. خبرنا الثالث من صحيفة الوطن، حيث كشف مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبد الله بن أحمد آلطاوي عن تقديم نحو 30 مليون ريال للجمعيات الخيرية العاملة على مستوى المنطقة من أجل النهوض بمهامها وإقامة البرامج والأنشطة التي تختص بالأسر المنتجة. جاء ذلك خلال حضوره مؤخرا حفلا تكريميا لسبعين طالبا وطالبة متفوقين من أبناء السجناء على هامش مهرجان جدة الذي نظمته أرامكو السعودية بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم. نبقى في السعودية وتحديدا في العاصمة الرياض ومعرض ميكس لايف، والذي يعتبر من أكبر وأضخم المعارض على مستوى المملكة. كاميرا سيدتي كانت هناك ورجعت لنا بهذا التقرير، نتابع. فعاليات مهرجان الرياض للسياحة والترفيه افتتح مساء أمس معرض ميكس لايف مزيج الحياة في أرض المعارض بمدينة الرياض، والذي يعد أكبر وأضخم معرض في المملكة. طبعا المعرض زي ما انت شايفه هو المعرض اللي هو معرض للأسرة حاليا، وتشارك فيه كثير من المنتجات الوطنية. احنا مشاركين طبعا بقهوة عربية ومعاميل، وفي زي ما انت شايفه في كثير من الأسر قاعدة تتعرف على المنتجات هذه، وهي فرصة طبعا للشركات انها تثبت جدارتها وتثبت عرض منتجاتها ان شاء الله، وهذا ان شاء الله يناسب الزوار والعملاء ان شاء الله. إن معرض ميكس لايف هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، وذلك لتميز أسلوبه وطرازه الحديث، حيث أن المعرض تضمن بناء مجسما كاملا للمنزل ليوحي للزوار بأنهم يدخلون بيت الأحلام. المعرض أول مرة يقام ميكس لايف. طبعا الشركة والقائمين عليها حاولوا عمل فكرة جديدة وفكرة مستوحاة اللي هي فكرة البيت. هذه الفكرة لم يتم عملها بالشرق الأوسط، عملت ونفذت في ألمانيا وتم تنفيذها على أمر الواقع ولله الحمد في أرض المعارض. فكرة الفكرة الرئيسية هي المستلزمات البيت للأسر السعودية. قسم هذا
هذا المنزل إلى غرف، وعرض في كل غرفة احتياجاتها، مما ساعد على سهولة التخيل وبالتالي سهولة اتخاذ القرار والتبضع. معرض كانديكيشن فعال وقوي، وهذا شجعنا للمشاركة في السنة القادمة نتيجة الحضور. احنا حاليا عمالنا بنسوق منتجات نبيل في السوق السعودية، عمالنا بنعمل تذوق كامبين بسيط، الناس تعرف على منتجات نبيل، على التشكيلة، وين متوفرة في داخل الأسواق السعودية. يستمر مهرجان الرياض للسياحة والترفيه في تقديم كل ما هو جديد ومبتكر وممتع. لبرنامج سيدتي أروى توفيق. نتابع مشاهدينا فقرات سيدتي مع أخبار المشاهير، وفيها اليوم مبارك الهاجري وزوجته النجمة الإماراتية أحلام يحتفلون بذكرى عيد زواجهم العاشر، إلى جانب أخبار أخرى بنتعرف عليها في هذا التقرير. احتفل بطل السباقات القطري مبارك الهاجري وزوجته النجمة الإماراتية أحلام بالأمس بذكرى عيد زواجهم العاشر، وذلك بحفل عشاء أقيم في مطعم النعص ببلدة بكفية إحدى مناطق جبل لبنان الجميلة. حضر حفل العشاء عدد من الأصدقاء المقربين من أحلام ومبارك، نذكر منهم طبيب التجميل الشهير نادر صعب وزوجته مقدمة البرامج أنابيلا هلال، والفنان عصام كامل وزوجته الفنانة مشاعل. ساد الحفل أجواء إيجابية، حيث كانت النجمة أحلام في غاية السعادة. يذكر أن أحلام قد عايدت زوجها بهذه المناسبة على طريقتها الخاصة من خلال تغريدة أطلقتها على تويتر تقول فيها: كل عام وأنت روحي، يوم زواجنا 10 سنوات، والله لا يفرقنا ويخليك تاج على راسي يا عمري. أطل الفنان السعودي القدير أخطبوط العود عبادي الجوهر على خشبة مسرح الدسمة في دولة الكويت في افتتاح مهرجان صيفي ثقافي في دورته الثامنة، في أمسية طربية غنائية امتدت إلى ما يقارب الساعتين، أطرب خلالها الجمهور الكويتي بمجموعة من أجمل أغانيه منها العوازل، حبيبتي، وعيونك. تفاعل معها الحضور بشكل ملفت. قالت لي مليت مليت ودي بحد غيرك، قالت لي مليت مليت ودي بحد غيرك، جمع جروحك غني مشاوي. من جهة ثانية، يصدر ألبوم عبادي الجوهر الجديد بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، ويشهد تعاون مع مجموعة من الأسماء للمرة الأولى، منهم صاحب السمو الأمير عبد الله الفيصل والملحن الكويتي القدير يوسف المهنة، إلى جانب مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين الذي اعتاد عبادي الجوهر على التعاون معهم، والألبوم يضم 8 أغنيات منوعة. أطلق النجم التونسي صابر الرباعي أغنية جديدة عبر صفحته الخاصة على موقع يوتيوب بعنوان الطفلة العربية، وهي أغنية من تراث جربي جاءت كرؤية خاصة لصابر الرباعي، وأشرف على تهذيب الكلمات حاتم القيزاني وعلى التوزيع الموسيقي قيس المليتي. بيان الطفلة العربية مشت ملا في الماء، قلت لها عطشان شريبة، قالت لي لا لا يا عمري، قالت لي لا لا. دايام الطفلة العربية مشت ملا في الماء، قلت لها عطشان شريبة، قالت لي لا لا يا عمري، قالت لي لا لا. مقبول على
من جهة ثانية، لا يزال صابر الرباعي يعمل على ألبومه الجديد الذي سيكون من ضمنه أغنية بعنوان وردة، وهي أغنية مهداة للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان صابر الرباعي، ومن توزيع سامي المعتوقي. يا من برنامج سيدتي أكيد مبارك للنجمة الإماراتية أحلام بعيد زواجها. أخبارنا للحين انتهت، فاصل ورجعي لكم، خليكم معنا. مجلة سيدتي بحلتها الجديدة، اكتشفي أنوثتك، شخصيتك، جددي معها أيامك سيدتي، عالمك في مجلة سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، 20 امرأة عربية يعشقن الخطر.